السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. الدقيقة 52، رياض محرز يسجل الهدف اللي كنا نحوسوا عليه، الهدف اللي كان محرز يحوس، كان محتاج لهدف. وين اليوم؟ وين رغم ان كالي ولا في الاولى يهضروا يقول لك يا ودي عليك وين دايره عليك من يا ودي، محرز يقدم في مستوى كبير يا جماعه، لعب هو مهاجم، يطبق تعليمات تاع المدرب تاعو. ما كاش انا ما سمحوا لي كالي تبالو، بصح انا تبالي بلي مهاجم يطبق تعليمات تاع المدرب تاعو. كاش زعما بدلو الاخرى ولا دالو ذي في ذي. وين رياض محرز وين يقدم مستويات يا جماعه؟ والله لا انا تبالي بلي يقدم في لعب احسن شوط، والله لا احسن شوط لعبه. مايغري كان اللي داير لك يقول لك ما بغاوش يلعبوا معاه، ما بغاوش منه، بصح لعب يا جماعه، لعب والله لا لعب مباراه كبيره كاع. راني نهضر على الشوط الاول، لا لعب مليح. انا نتمنى له دوزيام ميطون على حساب ماني نشوف ويست بروميتش هذه، والله لا نشوف باللي غادي كو يزيد محرز يزيد يكمل البارتي غادي يزيد يمركي. انا تبان لي كيما هكا. والرياض محرز سجل الهدف الرابع للسيتي، وين ستيرلينغ يلعب الكره الى محرز، وين جات كيما نقولوا احنا تمريره حاسمه من ستيرلينغ الى محرز الذي توغل داخل منطقه الجزاء من اليسار ثم سدد الكره رائعه بيسراه، سكنت اقصى زاويه اليمين للمرمى الحارس جينستون. يعني لعب سبحان الله، لعب نكذب على روحنا ولا يلعب وش انا كيفاش الهدف والكونترول والمراوغه والقذفه، يعني واحد لعب طريقه سجل هدف. وانا تبالي بلي التعليمات تاع اللي طبق التعليمات تاع المدرب تاعو، انا تبالي كيما كيطبق التعليمات تاع المدرب تاعو، لان المباراه ماهيش كيما نقولوا احنا، المباراه ماهيش سهله، مباراة ما يستاهلها. وين جانا ويست بروميتش وين راه يلعب كلية في الدفاع، راه يلعب في الدفاع متمركز، استايلا نقولوا بلي الهجوم وخط وسط ميدان تاع مانشستر سيتي يعني راه فور، ما نكذبوش، راه يقدم في مستويات. محرز التحركات، محرز اليوم عجبني، راه يلعب بحرية كبيرة على بالك، دور من يدور من الجهة اليمنى الجهة اليسرى، يلعب صانع، يلعب يعني راه يدور. سبحان الله رانا نشوفه في رياض محرز على الورق، يعني محرز محطوط في المكان تاعو، لكن محرز وين استعملوا اليوم نقولوا باللي استعملها اليوم كسموه غوارديولا طريقه يلعب بحريه كبيره. وين انا نشوف فيه كيفاش يلعب سبحان الله، دروك نكذبوا على روحنا ولا دروك انا نشوف بارتيه من بعد نجي نكذب نكذبوا على الناس. او اللي راح اقرا اي ها دير له ها اعمل له عادي، ها راه راني لعبه وراح دروك نشوفه سبحان الله بارتيه دروك يلعب مليح، يقدم مستوى، لعب شوط مليح، ويعني لعبوا معاه واللي طاه الباس ستيرلينغ. يعني ما كاش وين شانا كيفاش هذاك نقولوا باللي وين ويست بروميتش وين الدفاع تاعه وين ارتكب اخطاء، وين رياض محرز رحيم ستيرلينغ فوندان بيناردو سيلفا رودريغو يعني جون نقولوا الكار، يعني سبحان الله رانا نشوفوا كيفاش يلعب، نشوفوا فيه كيفاش يلعب. رغم انه شاهدنا كيفاش يتحرك بزاف محرز، راه يلعب يتحرك بزاف، هو اللي كان مفتاح تاع الحل تاع الاهداف وكل شيء. يعني راه شوف كيفاش هذاك كيسمو ذاك ديبرين ما راهش، راه مبليسي ما راهش يلعب، يعني رودريغو هذاك وبيناردو سيلفا يعني راهم يلعبوا مع محرز بطريقه زعما من اجل الفوز. هذه هي زيد فاني وين شاهدنا كيفاش محرز وين قاعد يتكلم عليه محلل هذاك والكار هذاك، وين قال لهم نعتبروا بلي راجل مفتاح في التشكيله تاع مانشستر سيتي. وين شوف كيفاش كيفاش عملنا وراه سبحان الله رانا نشوفوا. وين حتى تكلم خطره جمال كسموه غوارديولا وين قال لهم نستعمل محرز كما اريد وكما اراه وحسب المباريات حسب الموقع تاع المباراه، يعني الموقع
يشوف كيفاش محرز، قال لهم انا اللي جبت محرز، انا اللي نعرف كيفاش نحط محرز. الجهه اليمين الجهه اليسار في وسط الميدان وراس حربه، قال لك انا نشوف فيه خاطر عليه مهاجم، هو اللي جابه. وزيد اليوم فوندام ذاك راهو كيما ديبرين ما راش يلعب، يعني رياض محرز هو الشي يكون فما كاع راهم يلعبوا معاه، كاع راهم يدوروا معاه. الساعة كنت نضحك، شفت واحد يوتيوبر، واحد يوتيوبر الهضرة اللي كان يهدرها على محرز قلبها على بالرحمة، قال لك العصابة تاع في وست هام شنو باغيين يلعبوا مع بالرحمة. يا بركاونا يا ودي بركاونا يا ودي نلعبوا الشيطان، الناس هي تلعب به، الناس هي تلعب به، كاين اللي ما راهش يلعبنا حنا راه يلعب مزيان راهم يلعبوا. فين بدي قلبوها بالرحمه صايك محرز مليتو كلها تصامطه تاع ما بغاوش يلعبوا معاها، محرز منا ها محرز منا ضروك صايك بدي قلبوها بالرحمه. يعني رشيد راكم كبار سبحان الله. المهم احنا اللعابه تاعنا يلعبوا راهم يقدموا مستويات، يعني مستويات في القمه، لعابه اللي راهم يلعبوا من اجل الفوز. عرفتوا رياض محرز ما يجري مسجل ماركا الهدف الرابع، يعني بكل نقولوا حنايا بالكونترول تاعو والتوغل تاعو، يعني كان هدف في القمه. ما كانش نقولوا باللي تشوف كيفاش التاكتيك دو جو اللي راهم يلعبوا به، يعني يخدم رياض محرز. شوف خدم رياض محرز، نقولوا بلي خدم رياض محرز لعب. انا نشوف بلي محرز راه يقدم في مستويات، شفت بريمير ميطو على بالي بلي الفيديو وصلكم شويه روطار، بصح شتي لا رانا نشوفوا كيفاش رياض محرز وين قدم مباراه، يعني اللي نقولوا بلي اللي كانت في القمه. شوف كيفاش بونتي تاعو يحطها اكتو ستيلينغ وين دالو دالو تمريره اكتو هي لا وين راهي كونترول كونترول دخل بين تيرها بين ربعة تاع جواره اكتو وين راهي هي لا وين راهي. يعني الناس هاي تلعب كاع الناس فرحانه مي ماركا كاع من الشعب الجزائري، الناس اللي تفرح تفرح. خلونا من ديك الهضره، هضره ولات زايده على بالكم، ولات نقولوا بلي ولات هضره تاع عمر ما لعبوش معاه ما داروش معاه. هذه هي على هذيك نقولوا بلي اليوم اللي زت يلعبوا به الفيفا ترفض الفيفا ترفض ملف ترشح خير الدين زتشي للعضويه المكتب التنفيذي، والرفض جاء بسبب تعرض زتشي لعقوبه 3 أشهر لما كان رئيس لبارادو. اطراف عاودوا نهضروا حنايا وين هدف عالمي لمحرز على طريقة الخاصة، كونترول توغل تسديد باليسرى وهدف أروع ما يكون. استلم مرر وتوغل روعة، يعني نقولوا بلي نقولوا ما شاء الله، نقولوا ما شاء الله عليه خاطر عليه اللاعب هذا اللي يستاهل كل الخير. هذا اللاعب اللي يستاهل كل الخير، هذه هي لاعب كان في القمه، لاعب اللي قدم مستوى، قدم شوط نقولوا باللي قدم شوط يعني كان في القمه. الشوط اللي الشوط الاول نتمناو له الشوط الثاني، مازال ما بدا الشوط الثاني، نتمناو له يكون في نقولوا باللي الشوط الثاني ان شاء الله يكون في القمه كذلك، ويقدم مستويات ان شاء الله، يقدم مستويات في
في المباراه في الشوط الثاني ان شاء الله بربي، خاطر عليه محرز، محرز ما كايبوه، ما كاش اللي ما يكره محرز.